عليكم ريم من ريمز كيتشن. أول شيء حابة أشكر عايدو على الفرصة الحلوة والفكرة الحلوة حقت الفود فاستيفال. زي ما شفتوا في الانترودكشن حقت عايدو، حنسوي طبق مكسيكي تقليدي مشهور، أكتر شيء مشهور عند المكسيكنز. حسوي لكم اليوم إن شاء الله تاكوز باللحمة المفرومة وصلصة الطماطم اللي جنبها اللي هي بيكو دقايو والجواكامولي. التاكو شلز اللي حستخدمها جاهزة، ما حسوي تاكو شلز في البيت، اشتريتها من الدانوب، وتقريبا كل المكونات اللي حستخدمها اليوم متواجدة في الدانوب. حابة انبهكم على شيء بس قبل ما ابدأ، عشان لو حبيتوا التاكوز وتبغوا تسووه، كل المقادير بستخدم فيها الاكواب المعيارية والملاعق المعيارية. نبدأ اول شيء نشتغل على البيكو دي جايو اللي هي توميتو سالسا، ما تعتبر صلصة على قد ما تعتبر سلطة جانبية او سلطة نحطها على التاكو. تعرفوا كيف لما تسووا سلطة وتاكلوها على طول طعمها يكون غير لما تسووها وتاكلوها بعد ساعتين؟ ده بسبب الوقت. ايش يعني بسبب الوقت؟ يعني التتبيلات ومكوناتها تحتاج وقتها عشان طعمها ينخلط مع بعض وتطلع طعم احلى ومزبوط. عشان نسوي البيكو دي جايو حنحتاج طماطم مقطعة مكعبات صغيرة، ثوم مهروس، وبصل ابيض مفروم، وبصل اخضر مفروم، وحنحتاج كمان ليمون وملح وفلفل أسود. كل اللي حنسويه عشان نحضر البيكو دي جايو هو أننا نضيف المكونات على بعض ونقلبها. سو حطيت البصل الأخضر وححط البصل الأبيض. طيب حطيت التوم بس فجأة انقطع التصوير ما ركزت. سو حنحط التوم وبعدها الليمون. الليمون ما فيه مقدار معين، يعني إذا تحبوا ليمون كتير ضيفوا الليمونة كلها، إذا تحبوا ليمون قليل حطوا نص ليمونة. معلش فجأة اختفيت، بس غيرت الجوال. سو نكمل، حطينا كل شيء مع بعض، بس باقي نحط الملح والفلفل الأسود. بعدين حنحط الفلفل الأسود وحنقلبها مع بعض ونسيبها في الثلاجة لين ما نخلص نسوي التاكوز. دحين حنبدأ نشتغل على الفيلينج حق التاكو أو الحشوة حق التاكو. عشان نسويها هنحتاج لحمة مفرومة، ملح وفلفل أسود، زيت زيتون، كاين بابر أو تشيلي باودر، بودرة بصل، بودرة ثوم، وأوريغانو، وهنا عندنا كزبرة ناعمة وكمون بودرة وبابريكا وبصل أبيض مفروم وصلصة طماطم. دحين خلوني في السناب اللي بعده أقول لكم شيء عن صلصة الطماطم. حاولوا دائما لما تشتروا صلصة طماطم انكم تشتروا الصلصة اللي فيها طماطم حبات كاملة من جوا، طعمها مرة يكون احلى. في طاوة حجمها متوسط وعلى نار متوسطة لا مو هادية، متوسطة العالية، حنضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون على طول حيسخن لانه الطاوة اوريدي سخنة، سو حنضيف له البصل. حنقلب البصل دقيقتين ثلاثة لين ما يبدأ يدبل ويصير ناعم. خلوا يدكم في البصل وقلبوه طول الوقت، طول الدقيقتين ثلاثة، عشان لو سبتوه في احتمال كبير يحرق. خلص الدقيقتين والثلاثة والبصل بدأ يصير ناعم ويدبل. ده الوقت اللي حنضيف فيه اللحمة المفرومة. حنكسر اللحمة لين ما توصل للحجم اللي احنا نبغاه، اللي هو الحجم الطبيعي للحمة المفرومة، صغير صغير. حنطبخ اللحمة لين يتغير لونها. الوقت حيختلف من أحد لأحد، بس most probably 4 دقائق. حنضيف كل البهارات اللي قلت عليها أول، كل شيء قلت عليه، ححط لكم في النهاية كل شيء مضيف، بس خليكم معايا تفرجوا. حطيت البهارات كلها وقلبتها مع بعض ووطيت النار، حطيت صلصة الطماطم ووطيت النار لين ما صارت هادية. دحين حنسيبه على النار
10 دقائق ربع ساعة لين ما يتسبك. إيش يعني يتسبك؟ يعني الموية حقت الصلصة تبدأ تتبخر والصلصة تبدأ تصير كثيفة، هذا اسمه التسبيك. طيب دحين عدت 15 دقيقة ووصلت اللحمة للشكل المطلوب، شايفين كيف اتبخرت كل الصلصة واتسبكت. دحين خلصنا اللحمة حنسيبها على جنب وحنشتغل على الجواكامولي. دايما لما تشتروا الأفوكادو من السوبر ماركت حاولوا تشتروه في نفس اليوم اللي حتستخدموه فيه أو يوم قبل ويكون طري، لا تستخدموه أو لا تشتروه هو قاسي. طيب كيف حنقطع الأفوكادو؟ حندخل السكينة من رأسها، من رأس الأفوكادو، ونمشيها فيها لين ما نوصل لنفس النقطة اللي في البداية. عشان نشيل البذرة حنغرز السكينة فيها. أوكي فشلتني. المهم حنغرز السكينة ونحركها وتطلع. أسهل طريقة إنكم تطلعوا الأفوكادو من القشرة حقتها إنكم تاخدوا ملعقة وتدخلوها وتمشوها فيها. عشان نسوي الجواكامولي اللي هي الصلصة حقت الأفوكادو هنحتاج أفوكادو، بصل أخضر مفروم، ليمون، كزبرة، ملح وفلفل أسود. معروف إن الأفوكادو يتأكسد مع الهواء والأكسجين بسرعة ويصير لونه أسود، فعشان كده اخترت إنه أخلي الجواكامولي آخر شيء أسويه. حنهرس الأفوكادو، ممكن تهرسوه بالشوكة، ممكن بأي شيء عندكم، بس أنا أشوف أسهل إنه ينهرس بالوسك. إذا تحبوا الأفوكادو يفضل شنكي وفيه له حبوب أهرسوه شوية، إذا تحبوه ناعم أهرسوه لما كل شيء يختفي. حنبدأ في الليمون، حنعصر الليمون والكمية اللي تحبوها. وليش بدأنا في الليمون؟ لأنه حيساعد الأفوكادو إنه ما يسود. قلبت الليمون اللي كان في الأفوكادو، ودحين حضيف البصل الأخضر والكزبرة. آخر شيء حنضيف الفلفل الأسود والملح وحنقلبهم مع بعض. الفلفل والملح دايما أقول إنه على حسب الرغبة، أنا ما أشوف إنه في مقادير معينة، كل واحد على حسب. على فكرة أنا أول في البيكو ديجايو نسيت أحط الكزبرة، سو حاحطها دحين. دحين كل شيء جاهز عندنا، اللحمة والبيكو ديجايو والجواكامولي، بس باقي نحشي الشيلز. غير البيكو ديجايو والجواكامولي تقدروا تضيفوا للتاكوز ساور كريم اللي هي القشطة الرائبة وخس مقطع شرايح طويلة. وبكده حنكون خلصنا نسوي التاكوز، إن شاء الله يكون عجبكم، وإن شاء الله لما تجربوه كمان يعجبكم. هحط لكم المقادير مظبوطة وبعد شوية في سناب تاني. وإذا تحبوا كمان تشوفوا وصفات أكتر وأشياء أكتر مني، أنا أوريدي عندي قناة في يوتيوب بنفس اسمي ريمز كيتشن، وعندي سناب شات وعندي إنستغرام بنفس الاسم. عندكم أسئلة عن الطبخة أو استفسارات، أنا حكون ماسكة الحساب كمان شوية، يعني ممكن كمان نص ساعة، فهستقبل فيها الأسئلة. بعد كده حروح لحسابي في سناب شات، تقدروا تيجوني هناك وحتنوروني. وبس بالعافية عليكم مقدماً.